قصص الأطفال من أهم الطرق التي تقدم دروس المهارات اللغوية والقيم للأطفال وتنمي المخيلة لديهم أيضا. لذا على الأهل اختيار القصص التي يراها أبنائهم بعناية والتأكد من أنها تحمل القيم والمعاني والدروس المناسبة لفئتهم العمرية. فأين موقع القصة العربية من كل ذلك؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو لور كاسبيتي كاتبة قصص أطفال. صباح الخير. صباح النور. نورتينا. أنتم منورين. جايبلنا قصص أطفال معاكي، يمكن يعني مجموعة أو خمس قصص. اليوم معنا أربعة، تكلمينا عنهم وزي بدأتي في كتابة القصص، ولكن خليني أستفيد منك في البداية. وأي أم بتتابعنا دلوقتي، قد إيه مهم ودور القصص في تنمية مدارك الطفل أو توسيع مدارك الطفل، في تنمية شخصيات أو صفات قيم مبادئ بالنسبة للأطفال؟ نعم، كتير كتير مهم أنه الولد يتعود يقرأ القصص. بتوسع له خياله، بتنمي له قاموسه اللغوي، بتاخده على عالم هيك أجمل ملون أكتر في قلب القيم مثل ما قلتي، خصوصا إذا عرفنا نختار القصة اللي بدنا نشتريها لأولادنا. أكيد بالسوق في كتير قصص، صحيح، ربما بمطرح ما في رقابة عليها، دي نقطة مهمة، فبتوصل فكرة سيئة للطفل عن قصد الكاتب ولا مش عن قصد، بيكون ما عنده خبرة. فبدنا نعرف أول شيء أي قصة بدنا نختار، شو العنوان اللي بدنا نختاره، شو الموضوع، شو جاي عبالي أنا أوصل لأبني أو لبنتي، أي موضوع أي فكرة، زائد انه كيف بدي احكي له اياها، لانه الولد اول شيء انه ما جاب له يقرا هو، صح، ما بحب، وخاصه بهالايام بتعرفوا التكنولوجيا والالعاب الالكترونيه اخذي كل وقتهم للاولاد، صحيح، فلتعوديه على قراءه ورقيه كمان، لانه كمان لها علاقه بالورق، انه فيك تقريه على اليوتيوب بس، صحيح، او تفرجيه، بس بضل القراءه الورقيه انه لها طعم اخر وعلاقه هيك حميمه بين الكتاب وبين الطفل، صحيح. طيب لوركا، انت ككاتبه قصص اطفال، هل في ابجديات لكتابه قصص الاطفال تختلف عن اي كتابه اخرى، كتابه روايات، كتابه شعر؟ يعني قصص الاطفال لها خلينا نقول نقاط معينه الكاتب يكتب على اساسها والمتلقي يشتري على اساسها ايضا. نعم، من خلال تجربتي انا، لانه انا بكتب، كنت شعر وبعدني ما زلت طبعا، جيت من هذا العالم الى عالم الاطفال لانه صار عندي اولاد بالبيت. ايوه، وحسيت انه يعني الوقت كله انتهى وصارت الاشياء حقيقيه، بطلت خيال انه شعر وعزله وانه انا عندي مزاج. ايوه، هذا المزاج بمارسه مثل ما بدي. نو، صار في عندك اولاد وصار في عندك حقيقه، وهيدي الحقيقه بدك تلفي ساندوتش زعتر وزيت، فانه ما بقى في وقت للشعر بس. أيوة. كمان بنفس الوقت ما كان بدي اوقف كتابي، لانه الكتابه هي تمرين، فإذا وقفت هيدي العضلة تبعت الكتابة بتترهل، صحيح، فقلت ليه ما بحول نمط الكتابة لمطرح بلي يعني بروح على فكرة أنا شو عم بيصير ببيتي. قلت لأكتب قصص أطفال، هيك بصير عندي علاقة جيدة مع أطفالي، زائد مع الطفل اللي جواتي أكيد، لأنه أوقات نحن بنزيحه على جنب إن شاء الله بالسلام. أي حبيبتي، زائد أنه نفس الملعب الخيال اللي بنكتب فيه شعر بنكتب فيه قصص أطفال، نفس الملعب، بس وين الفرق؟ الفرق انه الشعر فيك يعني منك مسؤوله عن شو بتكتبي. ليه؟ لانه اخر شيء المتلقي بحسب احساسه بحسب ثقافته بيفهمه او ما بيفهمه. طيب خلينا نفهم، لانه الوقت ضيق معنا لوركا. عايزه اخذ تفاصيل منك اكثر كمعالجه لهذه القصص، بتختاري العنوان بناء على ايه؟ ايه القصص اللي انت بتحبي انه انت تتكلمي عنها وبتحسي انه هي بتخطف الطفل في نفس الوقت؟ حسب شو عم بيصير بالواقع ببيتي. مثلا كنت حبله، فابني يسالني، هلا مش هذا الحبل اللي قبل، فابني يسالني ماما شو في بطنك؟ انه شو عم بيصير؟ البيبي عم يقشع، عم بيسمع، كثير اسئله. واوقات بتعرف المراه الحامل بتكون تعبانه ما لها خلق تجاوب، صحيح. فقلت ليه ما في بالمكتبه العربيه قصه للاطفال بتجاوب الولد عن اسئلته ببطن امه شو عم بصير؟ فعملنا سمسم، خلينا نبدا سمسم في بطن ماما. ماما بيحكي عن قصه الجنين، 9 اشهر كيف بيكبر بلغه علميه ولكن تحاكي وعي الطفل. جميل. وعقله. جميل. اذا بدنا نحكي مثلا لي بدل البيت بيتان، بحب كثير ضوي عليها. اوكي، خلينا نشوفها. هيدي لي بدل بيت بيتان، قصه بتحكي عن ولد اهله عم بيطلقوا،
فكيف بيخبروه انه نحن بدنا نطلق بطريقه كثير جميله وسلسه وراقيه عاده ما بتصير على الارض. بس النقط زي ديت يعني كمعالجه اخذت جايزه، بس خليني اقول لكم جايزه اتصالات لعدد الاطفال كتخصص يعني كان في استشاره لمعالج نفسي او اكيد متخصص حسب شو الموضوع. مثلا سمسم في بطني ماما اكيد قريتها دكتور اطفال ووافقت انه بصير هيك، لانه اوقات بتفوتي بدك تعملي بحث بيكون او المعلومات مش كثير ثابته. لبدل بيت بيتان بسيكولوج طبيبة نفسية، انه الولد لما بحس انه قالوا بيطلقوا شو بحس قد بيخاف قد بينزوي، يمكن هي حتلمسوه بس بطريقة صبايا، لانه احنا اخر شيء هيدي الورقة البيضاء عم نرسم عليها معلومات اكيد طبعا، ما كنا مأكدين منها بيكون شيء خطير. يعني تقومي بالسلامة ان شاء الله، ونتمنى لك التوفيق لوركا على كل هذه القصص الجميلة. لوركا سبيتي كاتبة القصص، قصص الاطفال، كانت معنا اليوم. شكرا جزيلا لوجودك. ثانك يو.